أبهضهم ما طرده فغرق في بحار الافتكار، ومنهم وهم قلة من كانوا يقبضون على دينهم وهم لأشبه ما يكونون بالقابضين على النار. شعر نسي الشقيق في هذا الزمان شقيق، وكأنهم في البعد كالأغراب، والمال مزقهم ومزق شملهم، وقضى على الأرحام والأنساب، وعلاقة الإخوة فيما بينهم كعلاقة المتخوف المرتاب، والود والتعاضد زال عندهم وتنافر لتوافه الأسباب، ومعظم الناس أصبح ودهم نادر، وقلت منهم ميزة الأطياب، سايرت معظم الناس حسب طباعهم فوجدت فيهم ندرة الأصحاب، رجوت أن ألقى صديقا مخلصا أفضي إليه من السراء والمآب، لا أحد ألقى في الحياة أعهده عهدا أوار فيه من الأتعاب، ولا من يواسيني ويحمل معي في عزلتي ووحدتي وغفرة المصابي، أسفا على هذا الزمان فإنه أضحى زمان الحقد والأحقاد. وقال: يا إخوتي اعلموا بأن العبر قد عبرت، ما بين الأمس واليوم وغدا برزت ورمزت، والرؤية تكبلت والأفكار تشوشت محتارة تحيرت، وعلى أثر هذا الحال فالأرض رجت واضطربت، والزلازل تزلزلت، والانهيارات خربت، والأعاصير دمرت، والحرائق هبت واشتعلت واستعصت، والبحار فجرت، والأنهار جمعت وصبت، والفيضانات عمت وغمرت، والكواكب تسيرت، والأفلاك تضعضعت، والنجوم انفطرت، والسماء كشطت، والعلوم تبحرت، والبشر تسيست، والنفوس تنافرت، والأجسام تباعدت، والارتباطات تمزقت، والعدوات تمرحت، وكثر السب والدس والقذف والنميمة، والأمانات قلت وانعدمت، والرجل العاقل شرواك عارف عالم مستتر، خاضع خاشع مستنر، راضيا مسلما معتبر، صابرا متصبرا منتظر، آخذا بعين العين من الأينية والكفية مع أخذ المعتبر. الله يحسن ليك.